في موضوع آخر، في وفي تطورات جديدة لقضية والي مستغانم عبد السميع سعدون، قام الوالي بتقديم اعتذاراته رسمية للمواطنة والمهندس اللذان أحدث تصرف الوالي معهما ضجة واسعة وسط الرأي العام خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الوالي سعدون قال في تصريحات لإذاعة مستغانم اليوم أن ما بدر منه لم يكن مقصودا، وطالما كان يحترم المواطنين خلال مساره المهني، مؤكدا على استعداده لاستقبالهما والاعتذار منهما. أؤكد أن تصريحاتي خلال هذه الخرجة وبالذات بمنطقة جديات ببلدية سيرات وما تبعها من ردود لم تكن مقصودا ولم تكن في نيتي الإساءة أو المساس بكرامة الموظف أو السيدة، ومن خلال عملي طيلة مساري المهني كنت أحترم الموظفين الذين عملوا معي وإلى جانبي وأقدر المواطن وأحترمه، وبحكم أنني جدير بهذه الولاية ليس لي أي حكم مسبق على أي موظف أو أي جهة، إن أخلاقي وتربيتي وكذلك مساري المهني الطويل لا يسمح لي أن أسيء لأي كان موظفا أو مواطنا.